يا أمة محمد، يا أمة محمد، لقد ابتعدتم كثيرا عن كتاب ربكم، فحل بكم ما حل من الذل والهوان، حل بكم ما حل، لأن الذي يكرم ويهين هو الله. فلما ابتعدتم عن كتاب ربكم حل بكم البلاء. كتاب الله منحى لا يحكم به إلا في أشياء قليلة نادرة. سنة رسول الله نحيت وأصبح الداعي إليها كأنه يدعو إلى منكر، والمستقيم عليها كأنه وباء يخشى الناس من الاقتراب منه، يخشى الناس من الاقتراب منه، لأنه مستقيم على السنة. يا أمة محمد، صروح الربا ملأت البلاد. يا أمة محمد، التبرج ملأ الطرقات. يا أمة محمد، والله هذا لا يرضي ربنا أبدا. إن ربنا قال: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ونبينا قال: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، يدخلن الجنة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. يا أمة محمد، كثيرون هاجروا المساجد والصلوات وأقبلوا على الملاعب والكرة. يا أمة محمد، أممكم تقتبس أخلاقها من الخارج، من الغرب الكافر أو الشرق الملحد. يا أمة محمد، تواصوا فيما بينكم بالحق، تواصوا فيما بينكم بالصبر، فالناجون هم المنكرون المنكر، المعرفون للمعروف. قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، أنجينا الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. والله لا نريد لأمتنا أبدا أن تعذب، ولا نريد لها أن تهلك بعذاب، نريد لها أن يسلمها الله، لا نريد لبلادنا الدمار. لكن للأسف أقوامنا لا يعقلون، لا يعقلون أن الأمن والأمان في طاعة الله ورسوله، لا يعقلون أن الطمأنينة مع كتاب الله وسنة رسوله، لا يعقلون أن المستقبل الحسن الباهر في اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.